البكي والبكي مش بس محصور بالصبايا المشتاقين لأهلهم، فالشباب أيضا بيشتاقوا وبيفتقدوا لحنين الأهل. ألو، أيوة حبيبي. أيوة يا ماما. حبيب قلبي، أنا شايفاك 24 ساعة على التلفزيون. وحشتيني يا ماما. ألو ألو، سامعاني يا ماما؟ حبيب قلبي وأنت وحشني، بس أنا شايفاك، أنا شايفة. أيوة سامعاك، أنا شايفاك يا محمد على التلفزيون. شايفاني دلوقتي؟ محمد. أيوة يا ماما، أنا شايفاك 24 ساعة، أنت معايا على طول. بجد والله. عايزاك تملي بالجيتار تغني لي زي ما كنت بتغني. أيوة. حاضر. عايز أسمع منك محمد عبد الوهاب، عايز أسمع منك محمد أنزيل، الأغاني الجميلة اللي كنت بتسمعها لي. ها؟ اطمن علينا يا محمد. محمد. ألو. محمد، لا أنت راجل يا محمد. أنت راجل يا محمد، إيه في إيه؟ أنا شايفاك، أنا مطمنة عليك يا حبيبي. حمادة. اوكي يا ماما، دايس. محمد ما تزعلنيش. حاضر. ها؟ يا حبيب قلبي، أنا شايفاك يا روحي، واشكر لي مهدي والنبي. حاضر يا حبيبتي. ألو. ماشي يا ماما، حاضر، إيديني يا ماما. اشكر لي مهدي اللي هو عطاك الدقيقة بتاعته. ماشي يا حبيبي. ربنا معاك، ربنا معاك يا حبيبي، أنت هناك بص يا حبيب قلبي، ما تحطش حاجة في دماغك، كل شيء بإيد ربنا. حاضر يا حبيبي. ها؟ كل شيء بإيد الله يا حبيبي. اوكي يا ماما. بص يا حبيب قلبي، أوعك تفكر في حاجة. فكر في نفسك بس يا حبيبي. ها؟ حاضر حبيبتي. حمادة، ايديني انا مطمنه عليك، وانت اطمن علينا كلنا بخير، ربنا معاك يا حبيبي. الو، وبص لي مهدي وقول له اشكرك يا مهدي، ماما بتشكرك. مهدى مشاعر محمد علي.